بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في البداية أرحب بالقدلال في انتظار دخول يعني الطلاب والطالبات. يعني جرى العادة قبل أن نبدأ نختبر الصوت، هل الصوت واضح ولا لا الأخ دلال؟ هل الصوت يا سيدي واضح؟ الحين صار أفضل إن شاء الله. ممتاز، يعني ننتظر دقيقة واحدة فقط إن شاء الله دخول بعض الطلاب والطالبات ونبدأ على بركة الله. توكل على الله. بالنسبة لمقر يعني الأسواق المالية وإدارة المحافظ، يعني رمز المقر والمال 451، ونبدأ على بركة الله المحاضرة أو اللقاء الحي الأول. ولقاء الحي الأول يعني هو بتاريخ الثلاثاء 8 شوال 1440، وبطبع النسخ ل 11 يونيو 2019. بالطبع بإمكان يعني الزملاء بعد ذلك الاطلاع على ما ورد في هذه المحاضرة. يعني طريقتنا إن شاء الله بإذن الله تعالى سوف يعني نمر على جميع اللقاءات المرئية أو العروض المرئية بدون استثناء، يعني عرض بعرض، وبعد ذلك سوف بإذن الله تعالى نقوم بتوضيح الطالب والطالبة كل هذه العروض المرئية، وسوف نفتح المجال لي يعني أنا من جهتي لطرح أسئلة، وكلما كان هناك يعني تجاوب سريع من قبل الطلاب كلما يعني كان محفز قوي جدا لكي يعني أقدم أسئلة أخرى إضافية. وبالطبع يعني سوف يفتح المجال للطلاب والطالبات كل من يرغب في أنه يعني يسأل أما خلال يعني هذه اللقاءات الحية، وكذلك يعني هناك منتدى مخصص ل يعني للأسئلة والاستفسارات بإمكان الطالب والطالبة أنه يعني حتى يعني بعد ما تنتهي المحاضرة بإمكانه أن يتوجه للسؤال إن شاء الله بإذن الله تعالى. ورحب كذلك بالأخ زكريا، حياك الله الأستاذ زكريا. يلا نبدأ على بركة الله. لما يقول لنا الأسواق المالية وإدارة المحافظ، الأسواق المالية وإدارة المحافظ. السلام عليكم الأخ زكريا، هل تسمعني؟ هل الصوت واضح للجميع إن شاء الله؟ وعليكم السلام ورحمة الله. يلا نبدأ على بركة الله. نحن نحاول قدر المستطاع أن بإذن الله تعالى بالتزم في الحضور يعني في تمام الساعة 9 ليلا يعني في كل، ونحاول قدر المستطاع بإذن الله تعالى أننا يعني لما نبدأ في تمام الساعة 9 ولا ننتظر يعني دخول طلاب طالبات، وبالعكس يعني يكون هناك حضور منذ البداية حضور قوي، فهذا سوف يسهل لنا عملية طرح أسئلة يعني داخل المحاضرة، ونجد يعني متسع من الوقت لكي الجميع إن شاء الله بإذن الله تعالى تحصل يعني النفع. يلا نبدأ على بركة الله. يقول لنا إنه الأسواق المالية وإدارة المحافظ، الخطوة الأولى لماذا نبدأ بفيلم الأسواق المالية ثم تأتي بعدها إدارة المحافظ، فضروري جدا يعني قبل أن ندير محفظة استثمارية أننا نتعرف على الأسواق المالية. لما نقول أسواق مالية فيعني هذا مصطلح عام، وهذا المصطلح يعني يمكن أن يشمل سوقين، هناك سوق ما يسمى بالسوق النقدي وهناك سوق يسمى بسوق رأس المال. كيف نفرق بين هذا السوقين؟ يعني منذ اللحظة الأولى نحن نفرق بين هذا السوقين كل ما هي أداة استثمارية، كل ما هي أداة استثمارية أقل من سنة فتنسب إلى السوق النقدي، وكل ما هي أداة استثمارية تكون يعني التمويل عن طريقها يتجاوز السنة ف
يعني تتبع إلى سوق رأس المال. فمنذ البداية الأسواق المالية تنقسم إلى سوقين، فتتفرع إلى سوقين، فهناك سوق نقدي وتعرف أدواته بأن المدة أو تاريخ الاستحقاق يكون سنة أو أقل. ونجد يعني الفرع الثاني من الأسواق المالية السوق رأس المال، فهذا السوق معروف عنه أن جميع الأدوات يتم يعني إصدارها لفترة تزيد عن سنة، فبطبعا يمكن نصل إلى التاريخ لا محدود، يعني عندما يتعلق الأمر بالأسهم مثلا العادية هذا أكثر شيء، ونجد بعد ذلك مثلا هناك نوع من أنواع الصكوك التي يتم إصدارها يعني لفترة 25 و 30 سنة، ونجد كذلك السندات التي يتم إصدارها لفترة 10-15 سنة وهكذا. فهذا فيما يتعلق بالأسواق، فنريد في البداية أن نعرف ماذا يقصد بالأسواق المالية، ثم بعد ذلك ننتقل إلى إدارة المحافظ. جرى العادة دائما وأبدا في أول محاضرة أن نقدم يعني لمحة سريعة عن السوق المالي السعودي. فالسوق المالي السعودي بإمكانكم الدخول على يعني يكفي أنك تكتب في النات يعني تداول، فعلى طول سوف يأتي معك موقع تداول، وهذا الموقع يقدم لنا فكرة شاملة عن السوق المالي السعودية. ويعني أنا الحين بأستطيع أن أرسل لكم كذلك الرابط، وهذا الرابط يعني الميزة تبعه أنه يقدم لنا يعني السوق المالية يعني السعودية، ويعني لما نقول إحنا قدم لنا السوق المالية السعودية يقصد بذلك يعني المؤشرات، يعني هناك مؤشر اسمه مؤشر تاسي، وهناك مؤشر ثاني اسمه مؤشر نومو، وهناك مؤشر ثالث اسمه MT30. إن شاء الله بإذن الله تعالى تكون لدينا الفرصة في المستقبل أننا نشرح بعض هذا الموقع الذي يرغب فيه الدخول إليه. عندما ندخل إلى هذا الموقع ماذا حنحصل؟ حنحصل يعني أمامنا ثلاثة مؤشرات. إيش ثلاثة مؤشرات؟ تاسي وإلا MT30 وإلا نجد إيش مؤشر نمو. فعندما أنا مثلا بضغط على مؤشر تاسي، على طول سوف يعني يأتي لي بهذا المؤشر. واليوم مثلا كان السوق ارتفع له 140 نقطة أو ما يعادل 1.59%، وبلغ المؤشر اليوم 8989 نقطة. وبطبع هذا خبر، يعني هناك اليوم أخبار إيجابية أتت من الأسواق العالمية وكانت محفزة للمستثمرون لكي يستثمرون في يعني الأخبار هذه الجميلة، كانت محفزة لي يعني الإقدام على السوق المالية والاستثمار في الأسهم. شوف أنا مفترض أن الصوت، هل الصوت ما يصبح واضح؟ استحر، هل الجميع من يصبح الصوت واضح؟ اي صوت يعني نفترض ما ادري، يعني نفترض ما عندي، ان شاء الله باذن الله تعالى لا توجد لدي اشكاليه. ليش؟ لانه بشتغل في الجامعه ومعروف ان النت عندي قويه جدا هنا داخل الجامعه، وان شاء الله انا بحاول بعلي صوتي اكثر زياده. يعني ننتقل بعد ذلك. خلاص انا دخلت على عرفت انه المؤشر اليوم كان يعني مرتفع. بعد ذلك في الذي يستطيع أن يدخل بعد ذلك فيه ما نعبر عنه ماذا؟ يعني جميع الأسهم اليوم. في جميع الأسهم اليوم سوف تجد جميع الشركات المدرجة في السوق المالي السعودي والمتداولة داخل هذا السوق، وهذه الشركات يزيد عددها عن كم؟ عن 170 أو خلينا نقول 175 شركة متداولة حاليا في السوق المالي السعودي. وسوف تجدها كذلك مصنفة على حسب يعني القطاعات، وعدد القطاعات الموجودة حاليا في السوق المالي السعودي هي 20 قطاع. فنجد ماذا؟ قطاع الطاقة وقطاع المواد الأساسية، ونجد يعني قطاع السلع والنقل والإعلام والترفيه والتجزئة والبنوك والصحة، كل هذه الأشياء يعني موجودة داخل السوق المالي السعودي. بالطبع يعني دائما وأبدا نحن سوف نبدأ بهذه الخطوة أننا نتعرف على السوق المالي، يعني ما هي القطاعات، أبرز القطاعات الموجودة فيه، من هي الشركات المتداولة. هناك يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى عن يعني من خلال المنهج سوف نتعرف ما هي الشركات
التي يعرف عنها شركات الاستثمار، بين الشركات التي يعرف عنها شركات مضاربة، هناك ما تسمى بالشركات القيادية. يعني حاليا أبرز الشركات القيادية الموجودة في السوق المالية السعودية هي بالطبع نمبر وان، من حسب رأيكم شركة قيادية مشهورة جدا في السوق المالي السعودي؟ أكيد جدا هي سابق very good. ثم يعني هل تستطيعون تذكرون شركات أخرى قيادية؟ اي يعني في مصرف الراجحي، ثم ياتي يمكن ترتيب رقم 6 او 7، وفي كذلك يعني الكهرباء، وفيه يعني البنك الاهلي، يعني كل هذه ايش يعني شركه الاتصالات فيري جود، كل هذه يعني تعتبر شركات قياديه وشركات قويه جدا في السوق المالي السعودي. بعد ذلك شفت انا بمجرد انني اتعرف على هذه الشركات انا استطيع بعد ذلك انني ابدا في تكوين محفظه استثماريه. والمبادئ انت تكوين محفظة استثمارية يجب ان تعتمد على جملة من المعايير، جملة من المعايير عندما يعني انتقي الشركات. فان شاء الله كذلك سوف تكون لنا الفرصة لكي نتعرف على هذه المعايير من خلال المنهج، وكيف نستطيع اننا نختار افضل الشركات. ثم بعد ذلك عندما نقوم بالخطوة الاولى اختيار الشركات، سوف ننتقل الى خطوة اخرى ذات اهمية كبيرة جدا في إدارة المحافظ، ألا وهي يعني التنويع. لما أقول التنويع سهل جدا، يعني ماذا سوف أنوع؟ سوف أنوع بين القطاعات، يعني أنني لا أكتفي بأنني أستثمر مثلا في شركة واحدة فقط معي، وإنما سوف يعني أستثمر في شركات وليست في شركة واحدة فقط. كذلك أنا لن أكتفي أنني أستثمر في يعني شركات تنتمي إلى نفس القطاع، وإنما أنا أريد ماذا؟ أنا أريد أنني أستثمر في شركات تنتمي إلى قطاعات مختلفة. ما هو يعني السر في ذلك؟ السر في التنويع هو منذ البداية، شفت هذه الأشياء إحنا صورة حنشوفها وين في المحاضرة رقم 20، ولكن نبدأ نسمع مصطلحات. مصطلح التنويع يقصد به أننا سوف ننوع بين القطاعات، وكذلك سوف ننوع في الأوزان. فبالطبع أنا لما بسمع أحد الأشخاص ويقول لي أنا المحفظة تبعي فيها شركة سابق، وفيها سامبا، وفيها مثلا الراشد، ويوجد بها كذلك إيش يعني مثلا الجماعي سبت، ويوجد بها كذلك يعني إسمنت القصيم، وبها كذلك مثلا شركة الطيار، ويعني ماذا يعني الشركات التي الحين ذكرتها هي أكيد جدا تنتمي إلى قطاعات مختلفة. فمبدئيا التنويع ممتاز على الآخر. لو ننتقل بعد ذلك إلى مرحلة أخرى، إيش الخطوة الأخرى التي يعني هي الأوزان؟ يعني تخيل أحد الأشخاص الذي ذكر لنا أنه والله استثمرت في سابق، واستثمرت في الاتصالات وفي الكهرباء وفي الراجح ومش عارف إيش يعني كل هذه الشركات، وبعد ذلك طلبنا منه أنه يعطينا فكرة على المبلغ الذي استثمره داخل السوق، فكان مليون ريال. فسألناه كيف وزعت المليون ريال؟ فذكر لنا أن 950 ألف ريال كاملة وضعها في السابق، يعني نسبة 95% في السابق. هل هذا التنويع جيد أو غير ولا رديء؟ وبينما المبلغ 50 ألف المتبقية ترك له 2000 ريال في الراجحي و3000 في الاتصالات وهكذا. فأكيد جدا هذا التنويع ماله جيد أو غير جيد؟ هذا التنويع يعني لا شك فيه انه هذا التنويع غير جيد، ممتاز. بعد ذلك خلاص احنا اخترنا الاصول، ثم قمنا بعملية التنويع، ثم تأتي مرحلة ثالثة. ايش هذه المرحلة الثالثة والاخيرة؟ هذه مرحلة بتاعت ايش؟ بتاعت يعني قياس الاداء. كل واحد فينا مثلا يجي حيذاكر مقرر معين، سوف ايش يعني يختار له يعني الفقرات التي سوف يقوم بمراجعتها يراها انها اساسيه، ثم سوف يوزع وقته لكي ياتي على جميع المنهج. ثم بعد ذلك يعني مثلا فرضا لديه اختبار فصل الاول، هو يعتقد هذا الشخص انه قام بما هو عليه، مثلا الدرجه 25 لم يخسر هذا الطالب الذي يعتقد انه قام بما عليه في المراجعه، لما يحصل على 15 من 25، فأكيد جدا ماذا سوف يقول؟ يقول أنا أدائي رديء، وأنا علي أنني أراجع يعني عملية يعني مذاكرة هذا المقرر. نفس الشيء عندما واحد يجتهد ويختار الشركات، ثم بعد ذلك يقوم بعملية التنويع ويعتقد أنه قام بما هو عليه، فعندما يكون أداء المحفظة رديء ف
فهو مجبر انه ايش انه ياتي بتعديلات اما في اختيار لاصوله او في عمليه يعني التنويع. يعني شوف بعد هذه التوطئه نحن عرفنا تقريبا ما هو مطالبون فيه في هذا المقرر يعني الاسواق الماليه واداره المحافظ. نرجع لكي اذكر من جديد انه يعني لنا لقاءات يعني 3 أيام في الاسبوع وباذن الله تعالى سوف يكون يعني لقاء يوم الثلاثاء والاربعاء ويوم السبت. يعني هذه اللقاءات كلها تبدا من الساعه 9 يعني مساء. انا تجنبت الحقيقه ان تكون الاوقات مختلفه لكي ما يعني الطالب بيضل يعني يجد محاضره مره تبدا الساعه 8 ومره تبدا الساعه 7 وكذا. فحرصت ان تكون هذه المحاضره كلها تبدا في نفس التوقيت يعني الساعه 9 بالليل. كذلك يعني بالنسبه للمراجع التي سوف نعتمدها لهذا المقرر، المرجع الموجود والذي استلم منه يعني خلينا نقول المفردات هذا المقرر هو كتاب الحقيقه بالانجليزي، وموجود هذا الكتاب يعني في مكتبه جامعه الامام، وهو كتاب متميز جدا اسمه هذا الكتاب اسمه انفستمنت. فلمن يريد ان يعني يطلع على هذا الكتاب او خلينا نقول رابط هذا الكتاب، فكنت قد ارسلت لكم في شرح اللقاء الاول يعني اسم الكتاب. بالطبع سوف نجد يعني هناك مراجع اخرى اضافيه، ولكن باذن الله تعالى نحن سوف نمر مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، سوف نمر على جميع العروض المرئيه، و يعني سوف اكون في كل مره بسال جمله من الاسئله لكي الطالب يتعرف منذ البدايه على طريقه طرح الاسئله هذه، ويعني حتى لا يتفاجئ باذن الله تعالى يوم الاختبار بطريقه اخرى مختلفه. يعني باذن الله تعالى سوف ناتي عن اغلبيه الاسئله والتي ننتظرها في الاختبار، او على الاقل سوف ناتي على كيف تاتي يعني الطريقه وكيف نقدم هذه الاسئله. وان شاء الله باذن الله تعالى اتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات. نبدأ على بالمحاضرة الأولى وهو العرض المرئي. أي نعم، دائما وأبدا يعني الأخ زكريا وجميع الطلاب والطالبات، دائما وأبدا الاختبار تأتي من العروض المرئية يعني بدرجة أولى معي، وتظل يعني الشرائح التي نعطيها للطالب، وتظل كذلك إيش لي يعني كل ما يتعلق ب يعني التوضيحات كلها تصب وين؟ كلها تصب في العروض المرئية. يعني حتى إن يعني خرجنا عن هذه العروض المرئية فقط لكي في بعض الأحيان نعطي يعني لمحة بسيطة على ما هو موجود حاليا في الأسواق المالية لا غير. أما إننا سوف نكون مطالبون بما يعني بالأخبار الجديدة أو بمعلومات جديدة، لا، يعني دائما وأبدا المراجعة تبعنا سوف تكون في يعني ترتبط بالعروض المرئية. الأخت دلال سألتني أنا والله لا يوجد لدي يعني شيء يعني معتمد، وإنما مثلي مثلكم يعني سبق لي وأنني اطلعت على العروض المرئية لا غير، ومن خلالها أنا يعني أدير الحلقات. وهذا ما يعني تم التنبيه علينا من قبل العمادة أنه ليس هناك مذكرات وليس هناك ملخصات، وإنما يعني المذكرات والملخصات يعني لا نريد أن تكون هناك شيء يعني خلينا نقول المقنن غير الذي موجود في العروض المرئية، حتى لا نجابه مشكلة ماذا أن يأتي بقى أحد الطلاب بعد ذلك يقول أنه السؤال هذا يعني الموضوع لا يوجد مثلا في ملخص المادة في حين أنه موجود في العروض المرئية. فنحن نتجنب في الحقيقة يعني كل هذه الأشياء، وهذه التوصيات بتاعت العمادة ونحن نلتزم بها. يلا نبدأ. نأتي الآن إلى يعني المحاضرة المرئية الأولى. أول ما ورد فيها هي مفاهيم أساسية، يعني ضروري جدا أن نفهم منذ البداية ماذا تعني شركات الوساطة المالية، وماذا يعني السوق المالية والأوراق المالية والاستثمار المالي والمحفظة يعني الاستثمارية، محفظة استثمارية. في البداية ما هي الوساطة المالية؟ يعني سهل جدا، الوساطة المالية هناك وسيط هو الشخص الذي سوف يتوسط بين ماذا وماذا؟ سوف يتوسط بين ذوي الفائض وذوي العجز. نريد أن نفهم ماذا يقصد بالفائض وماذا يقصد بالعجز. هل تستطيعون أن تعطينا أمثلة عن من هم يعني الفئات التي يمكن أن يكون لديهم فائض مالي؟
شفت انا احاول قدر المستطاع ان يكون هناك رد سريع على الاقل من قبل طالب وطالبتين لكي نستطيع اننا تكون هناك تفاعل داخل المحاضره وما تكون فقط يعني محاضره بتاع التلقين لاغي. من يكونون الذين لديهم فائض مالي؟ شفت انا دائما وابدا ما عندي صح ولا خطا، يعني بالعكس انا اريد الجميع يشارك، حتى لو كان خطا ما في مشكله، نحن صح الخطا، نحن جايين هنا عشان نتعلم. Very good. الشركات والحكومات، ممتاز ممتاز أخت سحر، الشركات والحكومات ماذا نضيف عليهم؟ رياض الحكومة، وزارة المالية حكومة. Very good. Nice. هل نحن كأفراد هل لدينا فائض أم لا، ولا كلنا يعني ما لدينا ولا أي فائض، يعني ما لدينا ولا أي مبلغ يعني تخيلون في البنك؟ أي نعم، شفت يعني الأفراد كذلك. فخلاص الحين انتهى الموضوع، يعني سهل جدا. من يعني الاشخاص الذين لديهم فائض او الفئة الذين لديهم فائض يعني هم الافراد، ويصنفون في الاسواق المالية الافراد اما ان يكون مقيم او اجنبي، وكذلك الشركات والحكومات، هذم الذين لديهم فائض. نفس هذه الفئة سوف يعني نجد يعني يمكن ان تلعب دور العجز، ففي يوم من هذا توجد حكومات لديها عجز، كذلك توجد شركات لديها عجز، وتوجد أشخاص يعني يرغبون مثلا في شراء شقة، في بناء بيت كذا، فيلتجئون إلى يعني مثلا إلى البنوك لكي يحصلون على قرض، فيمكن أن يلعبون ذلك الدور بتاع إيش العجز. فماذا نفهم؟ أن هناك فئة أولى لديها فائض مالي، لديها سيولة، وفئة ثانية يعني العجز هي التي سوف تقوم بالاستثمار في او سوف تستخدم هذه الاموال. Very good. انا الان بسأل لكم سؤال بسيط جدا، واريد ان اعرف يعني هل هو صحيح ولا خطأ. عندما نقول تقوم الفئة يعني الفائض بادارة اموال ذوي يعني العجز، هذا صحيح ام خطأ؟ عندما هذا السؤال يقوم ذوي الفائض بإدارة أموال يعني ذوي العجز، فبالطبع صح ولا خطأ؟ بعد لكم سؤال الحين شفت يعني كل خطأ في الصح. من يعد في رأيي تدير بالك هو خطأ، فالذي يدير الأموال من هم؟ هم الأشخاص الذين هي فئة العجز، اللي لديه فائض هو فقط يروح يسلم هذه النقود. لمن سوف يسلم هذه النقود؟ أنا لما أكون على وظيفة ولدي يعني مثلا راتب شهري، ومن هذا الراتب الشهري أنا في كل شهر يعني بوفر لي مبلغ مثلا قدره يعني 5000 ريال، يعني 5000 ريال، أنا على طول 5000 ريال هذه مثلا بروح استثمرها وين؟ في أحد الشركات، يعني بشتري لي أسهم أحد الشركات، فبالطبع يعني هذه الشركة هي التي يوكل إليها يعني ماذا؟ يعني إدارة هذا العجز، إدارة هذا عفوا الفائض. Very good. هنا سهل جدا، من يقوم بإدارة أموال الثاني؟ الفئة التي يعني ذوي العجز هم الذين يقومون بإدارة أموال ذوي الفائض. فنحضر منه يعني أسئلة بسيطة جدا، ويعني يمكن نتظرها في إن شاء الله في الاختبار. بعد ذلك ننتقل إلى يعني شركة الوساطة الأمالية. شفت هذه بعد ذلك بعد قليل سوف نأتي إليها يعني الأستاذة أسماء. ما هي يعني الأعمال التي تقوم بها مؤسسة الوساطة المالية؟ ديروا بالكم يعني حياك الله أستاذ ريم. نأتي الآن إلى ماذا؟ إلى يعني لما قلنا إحنا مؤسسات الوساطة المالية، لو قلت لكم مؤسسات الوساطة المالية لا يسمح لها بإدارة عمليات لحسابي الخاص، هل هذا صحيح ولا خطأ؟ صحيح ولا خطأ؟ لما نقول أن شركات الوساطة المالية لا يسمح لها
بإدارة يعني أموال خاصة فيها. يعني عمليات سد حسابي الخاص، فديروا بالكم يعني الإيفارج والممتاز يعني هذا خطأ. ماذا نفهم؟ ماذا نفهم؟ إنه لا بالعكس يعني الخطأ يعني الأستاذ ريم شوف يعني لما نحكي على شركات الوساطة، شركة الوساطة أول شيء يعني منذ البداية نطلب منها أن يكون لديها رأس مال. فلما يكون لديها رأس مال بالطبع هي سوف تسر على إيش؟ على استثمار هذا رأس المال الخاص بشركة الوساطة. وفي نفس الوقت كذلك شركة هذه الوساطة تقدم خدمات لأشخاص لديهم فائض مالي ويرغبون في الاستثمار في الأسواق المالية. فلا يمنع من شركات الوساطة أنها تشتغل لحسابها ولحساب الغير. تدير بالك من هذه النقطة. كذلك يعني يعني كذا مرة يجي سؤال صح وخطأ ونقول إنه إيش؟ أما أنه يسمح أو لا يسمح، فدير بالنا يعني يسمح لشركة الوساطة أما أن تشتغل لحسابها الخاص أو كذلك لحساب زبائنها. إيش الأشياء التي تقوم بها شركات الوساطة؟ نحن عرفنا شركات الوسيط ماله؟ إنه يعني في مثلا من تاجر في العملة، أنا أريد أن أشتري مثلا يورو، فبروح إلى الوسيط وأسلمه إيش الريالات، ومقابل أن يسلم الريالات أنا سوف أستلم يعني مبالغ باليورو. كذلك أنا عندما أريد أني أشتري سلعة فبإمكاني الذهاب إلى الوسيط، والوسيط يعني أنا أشتري منه سلعة ما. فهذه الأشياء التي جرت العادة أننا يعني نلتجأ فيها إلى وسطاء، يعني واحد يريد أن يشتري له ذهب يعني ما أدري يعني خلينا نقول معادن بصفة عامة، فدائما وأبدا يعني نلتجأ إلى شركات الوساطة، وشركات الوساطة هي التي تقوم بهذه المهمة لما يتعلق الأمر بالسلع والعملات. ولكن إلى جانب ذلك شفت هذا المفهوم الضيق لشركات الوساطة، ولكن في الحقيقة شركات الوساطة في يومنا هذا تلعب دور كبير جدا، والعمليات التي تقوم بها لا تقتصر فقط على هذه الأشياء التي ذكرتها. فمرة أخرى نحذر لو نقول أنه تقتصر عمليات يعني الأعمال المؤسسات الوساطة المالية عن القيام بالأعمال التالية، يعني معاملات تتعلق بالعملات والمعادلات الثمينة والسلع، ونقف عند ذلك، فدير بالكم هذا غير صحيح. وإنما يعني شركة الوساطة هي يعني يخول لها أن تقوم بعمليات أوسع من هذه العمليات. فالعمليات ماذا تشمل؟ بالطبع هي تشمل ما نعبر عنها عمليات فورية ومستقبلية. ماذا يقصد بعمليات الفورية؟ كل ما يتم حاليا من بيع وشراء في الأسهم، بيع وشراء في الأسهم يعني تعتبر هذه عملية فورية. ليش هي عملية فورية؟ قال لي أنك تسلم النقود، وفي نفس اللحظة التي تسلم فيها النقود أنت سوف تستلم ماذا؟ سوف يحول إلى حسابك أسهم، فتسمى هذه العمليات الفورية. وهناك عملية ما تسمى بعملية مستقبلية. ماذا يقصد بعملية مستقبلية؟ أنه مثلا عقود النفط، عقود النفط أغلبية يعني 90% من عقود النفط كل عمليات مستقبلية وليست عمليات يعني آلية. يعني كيف ذلك؟ هناك مثلا المملكة العربية السعودية توجد لديها عقود موقعة بينها وبين الصين، وهذه العقود يعني تصل في بعض الأحيان إلى فترات تزيد عن 5 سنوات. ماذا سوف نجد في هذه العقود؟ من اليوم هناك يعني توقيع بين الطرفين يتم من خلاله، يعني اتفاقات يتم من خلال هذا الاتفاق انه المملكة العربية السعودية سوف تبيع كمية من النفط يعني على فترات مختلفة خلال السنوات القادمة، ومقابل ذلك بالطبع يعني سوف يتم تحويل مبالغ مالية يعني من الصين الى السعودية. فهذه العمليات تسمى بعمليات يعني عمليات مستقبلية. كذلك يعني فيه الحين احنا ذكرنا عمليات على الأسهم ما نعبر عليه، كذلك أوراق تجارية يعني لما أحد الشركات ترغب في القيام بعملية إدراج. يعني إيش هذا إدراج؟ الشركة ترغب في الدخول إلى السوق المالية. فكل شركة ترغب في الدخول إلى يعني السوق المالية نقول لها يجب أن تمر عن طريق شركة الوساطة، لأن شركة الوساطة هي تمتلك الكفاءات والمهارات التي سوف تسهل عملية هذا الإدراج. فضروري جدا أننا نلتجأ إلى يعني هذه الشركات الوساطة. بالإضافة إلى ذلك سوف نجد ماذا؟ يعني فيه الفئات من المجتمع من قبل إيش؟ طبيب ومهندس ويعني خلينا نقول يعني ومدرس وكذا منهم،
قال والله هذم أغلبية الأشخاص الذين حكينا عنهم الآن هم لا يفقهون في الأسواق المالية، وليست لديهم أي خلفية عن إدارة المحافظ وعن الأسهم التي تباع وتشترى وإيش الشركات القيادية وما هي شركات الاستثمار وما هي شركات المضاربة وما هي القطاعات التي يتم يعني أبرز القطاعات وكم عددها، ما عندهم ولا أي خلفية. فالأشخاص هذم الذين لديهم فائض مالي منهم قد بإمكانهم التوجه إلى شركات الوساطة ويفتحون فيها حسابات ويوكلون، يعني هناك توكيل يعطى لشركات الوساطة لكي يقومون بإدارة هذا الفائض. فبالطبع يعني شركة الوساطة سوف تقوم بإدارة هذا الفائض ومقابل ذلك سوف تحصل على يعني قسط من الأرباح المتأتية من هذه المحافظ الاستثمارية. فتقريبا هذا ما تقوم به شركات الوساطة. نجي الآن إلى يعني كيف تقسم الأسواق المالية، كيف تقسم الأسواق المالية. حسب رأيكم لو قلت لكم أنه يعني تقسم الأسواق المالية إلى أسواق آنية وأسواق إيش الأستاذ ريم يعني التلاعب، يعني ما فهمت بالضبط إيش السؤال، هل يمكن يعني توضيح أكثر السؤال؟ نشوف يعني التلاعب هذا سوف نأتي عليه. يعني مثل هيئة سوق المال، هيئة سوق المال هي يعني يشتغلون فيهم أشخاص معروف عنهم إيش بالحياد وبي يعني هدفهم الوحيد هو الرفع من كفاءة السوق المالي السعودي. شفت يعني الأشخاص الذين يشتغلون في هيئة سوق المال هم أشخاص يعني موثوق فيهم وأشخاص يحظون بسمعة عالية جدا. وليش لماذا؟ لأنهم يعني لما نحكي على السوق المالية فهي مرآة للاقتصاد السعودي، وعندما تكون مرآة للاقتصاد السعودي فنحن لن نسمح لأي جهة بأن تتلاعب بهذه يعني الصورة يعني التي نريدها للمملكة. فالهيئة مالها؟ الهيئة هي مكلفة ب يعني إعداد قوانين والسهر على تطبيق هذه القوانين. وبالطبع يعني لما نقول لوائح وقوانين تنظم الأسواق المالية بما في ذلك تنظم عمل شركات الوساطة. وعبر الزمن يعني أي تلاعب تم ملاحظته من قبل شركات الوساطة فإنه يعني النظام يعني على طول هناك غرامات إما مالية أو هناك إيقاف لحسابات أو هناك يعني سحب الرخص، لأنه شركة الوساطة في يوم من هذا في المملكة بالذات لن تتجرأ ولا أي شركة وساطة أنها تتلاعب، لأنه العقاب جاهز. العقاب ما هو؟ أنها تسحب الرخص منها، لأنه أصلا تجديد الرخص هو تجديد سنوي وليس يعني تجديد لفترة 5 سنوات 10، لا هو تجديد سنوي. فأي شركة يثبت لها أنها تلاعبت أو تواطأت أو كذا فبالطبع يعني تكون عرضة لا قدر الله إلى إيقاف يعني أو سحب الرخص منها. هذا تقريبا يعني فيما يتعلق بالتلاعبات. برجع الآن إلى السؤال تبعي. إيش السؤال؟ هل يمكن تقسيم الأسواق الآنية والأسواق الآجلة أو تقسم الأسواق إلى، يعني لو أقول لكم أنه تقسم الأسواق المالية إلى أسواق آنية وأسواق آجلة، فهل يكون حسب المكان وكيفية التداول هذا المقترح الأول، أو حسب طبيعة الأوراق المالية، أو حسب البعد الزمني للعقود، أو حسب مدة الاستحقاق؟ بعيد عليكم السؤال، ما هو؟ لو نقول لكم تقسم الأسواق المالية إلى أسواق آنية وأسواق آجلة، يعني فهذا التقسيم يكون حسب بعدك 4 مقترحات، إما المكان وكيفية التداول أو طبيعة الأوراق المالية أو البعد الزمني للعقود أو حسب مدة الاستحقاق. Very good. ما شاء الله عليكم يعني منتبهين. فسوف يكون حسب البعد الزمني للعقود. لو قلنا حسب مدة الاستحقاق واضح جدا. ديروا بالكم الآن من هذه النقطة. لو قلنا حسب مدة الاستحقاق، فذكرنا قبل قليل أول ما بدأنا المحاضرة أنه هناك يعني أدوات تباع لفترة سنة أو أقل وتتبع إلى السوق النقدي، وهناك أدوات أخرى يعني سنة فأكثر فهي تتبع إلى سوق رأس المال. بالإضافة إلى ذلك، لو قلنا لكم سؤال صح أو خطأ معي،
انه يعني يتم تداول شهادات الايداع والكمبيالات وازالات الخزينه والقبلات المصرفيه في سوق راس المال. في سوق راس المال خطا ولا صح؟ لو قلنا لكم انه يتم تداول شهادات الايداع والكمبيالات وازالات الخزينه والقبلات المصرفيه في سوق راس المال، فطبعا هذا خطا، وانما يتم تداول في سوق النقدي وليس في سوق راس المال. هذه الاسئله التي يمكن انه نتوقعها. شوف بعد ذلك يعني يمكن تقسيم الاسواق الماليه حسب طبيعه الاوراق الماليه الى سوق اوليه وسوق ماذا؟ ثانوي. ديروا بالكم انا الان في الشرائح وضعت لكم يعني شريحه، ماذا نحصل في هذه الشريحه؟ الشريحه دي موجود فيها ايش يعني هيكل الاسواق الماليه، وكتبنا ان الاسواق الماليه تنقسم الى اسواق حاضره وفوريه، وهناك الاسواق ما نعبر عنها العقود المستقبليه. وبعد ذلك ماذا كتبنا؟ جينا كتبنا في الاخير قلنا اسواق راس المال تنقسم الى ايش؟ الى سوق اوليه وسوق ثانويه. هل السوق النقدي ما ينقسم الى سوق اوليه وسوق ثانويه؟ ديروا بالكم في جميع الاسواق الماليه وبدون استثناء يوجد لدينا سوق بعيد لكم الاخت صحف. يعني سؤالي هو التالي، انه لما اقول سوق اوليه وسوق ثانويه، السوق الاوليه ما هي ما تسمى بسوق الاصدار؟ يعني ايش هذه سوق الاصدار؟ هي يعني الادوات الماليه سوف يتم اصدارها لاول مره، يعني ما كانت موجوده في السابق. وبينما عندما نحكي على الاسواق الثانويه منها قال هذه اسواق المستعمل، يعني دائما وابدا تستطيع ان تكتب بجانبها اسواق ثانويه هي اسواق المستعمل. لما نقول احنا شيء مستعمل ما هو؟ هل يعني سيتم اصداره جديد ولا قديم؟ فالشيء هو ايش؟ هو قديم. فلهذا السبب يعني تكون انتقال للملكيه فقط. فماذا نفهم الان؟ انه السوق الاوليه هي سوق الاصدار، ويتم فيها اصدار اوراق ماليه لاول مره يعني لم تكن موجوده. وبينما عندما نحكي على السوق الثانويه، الاوراق التي سبق وان تم اصدارها من سنه او كذا فيرجوس، هذه الاوراق التي تم اصدارها في السابق سوف يتم انتقال ملكياتها من طرف الى اخر، ولهذا السبب هي تسمى بايش؟ ب يعني السوق الثانويه. ديروا بالكم السوق الاوليه والسوق الثانويه لو نقول انها توجد فقط في سوق راس المال هذا خطا، وانما هي توجد ايش؟ في جميع الاسواق الماليه، يعني مهما كان السوق المالي، هل هو سوق مستقبليات، سوق ما ادري، سوق نقدي، سوق راس مال، دائما وابدا هناك سوق اوليه وسوق ثانويه. Very good. ننتقل الآن إلى إيش؟ إلى يعني بعد ذلك إلى يعني لما أقول حسب كذلك المكان وكيفية التداول، هناك أسواق منظمة وتسمى بالبورصات وأسواق غير منظمة. يعني على سبيل المثال سوق تداول. ليش يسمى بسوق منظم؟ لأنه لو أحد الأشخاص قال لي أين يوجد تداول؟ لقلت له أنه يوجد في الرياض، وبالتحديد في طريق الملك فهد، وبالتحديد في يعني ابراج التعاونيه. خلاص انا الحين وصفت له المكان بالضبط اين يوجد يعني تداول، هو له وجود فعلي ومكان، ولهذا السبب يسمى باسواق منظمه، يعني لها وجود فعلي. بينما لما اقول احنا اسواق غير منظمه ما لها؟ قال يعني مثلا اسواق العمله. اسواق ايش؟ العمله. يعني ما سمعنا يوم من الايام انه رحنا الى مثلا الى مكان محدد وقال والله حصلنا هناك شاحنات، واحده باليورو، واحده بالدولار، واحده بالجنيه الاسترليني وكذا. قال ايش مسوين انتم اليوم؟ قال والله احنا عارضين البضاعه تبعنا لكي نقوم ب يعني تبادل يعني النقود. قال هذا لا يوجد، وانما يعني عندما تعلق الامر بالعمله استحدثنا يعني شبكة اتصال فعالة يعني عن طريق النت، ومن خلالها هناك يعني جهات مشتركة، يعني البنوك الكبرى والحكومات وكذا ومؤسسات النقد، ومن خلالها يتم تبادل العملة إما بيعا أو شراء، فتسمى هذه بأسواق غير منظمة. ليش؟ لأنها لا يوجد مكان محدد يتم فيه يعني تبادل هذه العملات. Very good. ننتقل الآن إلى العرض المرئي الثاني، وفيه وظائف الأسواق يعني وظائف الأسواق المالية. من أهم الوظائف هذه نجد إيش؟ توفير أو زيادة كمية المصادر المالية. دائما وأبدا يعني اسمعوا الكلمة هذه جيدا،
هيئة سوق المال لن تقبل بأي شركة أن يتم إدراجها في يعني السوق المالية إلا إذا كان لهذه الشركة مستقبل. يعني إيش مستقبل؟ يعني لو تدرك هيئة سوق المال أن الشركة هذه التي سوف تدخل إلى السوق المالية السعودية ويعني لها منتجات مالية، وبدأت هذه المنتجات يعني تندثر في يعني في يعني الأسواق، طب ماذا تقول هيئة سوق المال؟ تقول والله يا أخي هذه شركة غير مجددة، وهذه الشركات لديها يعني منتجات يعني منتجات بضائع أو سلع، وهذه السلع يعني يعني سوف تنقرض يعني خلال 10 أو 15 سنة، فبالطبع لن يسمح لها بالدخول. من يسمح له بالإدراج داخل السوق المالي السعودي إلا الشركات التي يعني نرى فيها أنها شركات قوية، شركات منظمة ومنظمة، والشركات كذلك لها مستقبل، فهذه الشركات التي تقبل. فبالطبع من أهم الوظائف التي سوف يعني المزايا التي سوف يقدمها السوق المالي ما هو؟ أنها سوف توفر لها الإمكانية أنها تزيد في رأس مالها عن طريق ماذا؟ يعني إصدارات جديدة. كذلك الميزة الموجودة في يعني التي يقدمها السوق المالية أننا يعني المعلومة والوصول إلى المعلومة. حاليا أي شركة مدرجة في السوق المالي السعودي هي مجبرة هذه الشركة أنها تقدم أو تفصح، هذا المصطلح الذي نستخدمه الإفصاح، عن جميع ماذا ما كل المعلومات التي تتعلق بالشركة. ما هي طبيعة هذه المعلومات؟ قال أخي والله يمكن تكون هذه المعلومات متعلقة بالاستثمارات الشركة، يمكن تكون هذه المعلومات متعلقة بالقوائم المالية، قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، يعني المنتجات تبعها، كل هذه الأشياء تدخل ضمن يعني دائرة الإفصاح. بالطبع يعني أنا لما أسافر في شركة مدرجة في السوق المالي أنا سوف أتابعها لحظة بلحظة ويوم بيوم، يعني ومستقبل هذه الشركة بما يسمح لي أنني إما أني أستمر فيها أو أنني يعني أتخرج من هذه الشركة. كذلك من الميزات التي نجدها هو توفير السهولة. يعني ماذا يقصد بمصطلح السهولة؟ دائما وأبدا ينظر إلى مصطلح السهولة هو سرعة السهولة. ماذا يقصد بها؟ سرعة تحويل الورقة أو يعني خلينا نقول ورقة مالية إلى نقد، إلى كاش. كيف ذلك؟ يعني بعطيكم أنا مثال الآن، لو يعني أحد الأشخاص يمتلك حسابك ويريد أنه يبيع هذه الأوراق المالية، يعني فماذا سوف نقول له؟ والله يعني العملية سهل جدا، أنت باستطاعتك أن تدخل على يعني على المحفظة تبعك أو عن طريق الوسيط، أو عن طريق الوسيط، وباستطاعتك أنك تقوم ببيع هذه الأسهم. فمعروف عن سابق أنه في الدقيقة الواحدة فقط في بعض الأحيان يعني تجرى 8 صفقات أو حتى أكثر، ولكن لما نروح إلى شركة تنتمي إلى قطاع آخر نحصل في كل نص ساعة في صفقة. فهنا السيولة سوف تختلف من شركة إلى شركة أخرى، ولكن هدف الأسواق المالية بصفة عامة وكل الأدوات التي تكون مدرجة داخل هذا السوق، يعني سوف تسعى هيئة السوق المال أن تبذل جهد لكي يعني السيولة تكون متوفرة، بما يضمن ماذا؟ الدخول للأسواق المالية يكون سهل والخروج منه يكون يعني سهل. يعني عندما أنا أرغب في أني أشتري يعني تكون عملية شراء سهلة، وعندما أريد أني أطلع من السوق فتكون عملية الطلوع يعني سهلة وليست فيها يعني مخاوف. بطبع يعني الأسواق المالية تسعى إلى تطوير تنمية يعني أساليب التمويل، من ذلك يعني وفرة الأسواق المالية. إن رغبت في تمويل قصير الأجل فسوف نوفر لك هذا التمويل القصير الأجل، إن رغبت في تمويل طويل الأجل في الصكوك وفي سندات وفي أسهم لك ذلك. فميزة كبيرة جدا يعني توفرها يعني الأسواق المالية. وبالطبع احنا لما نأتي الآن إلى ما هي العناصر الأساسية لسوق الأوراق المالية، قال لكي يكتمل السوق ونقول أنا يوجد لدي سوق، قال أول شيء لازم يكون لدي ماذا يعني أفراد وشركات وكذا، من هم؟ قال لديهم فائض، ولازم أجد في مقابل ذلك يعني أشخاص ثانيين لديهم عجز. قال ما ينفع أن يكتمل السوق ونحن لدينا فقط إلا أشخاص لديهم عجز أو أشخاص لديهم ماذا إلا فائض فقط. كذلك يعني لا نستطيع أن نحكي عن سوق إلا إذا كان هناك شركات وساطة وهناك مؤسسات وهناك مستثمرون. فشفت هذه عناصر أساسية، سوف أقف عند هذا الحد وإن شاء الله بإذن الله تعالى نواصل في يوم الغد يعني اللقاء الثاني والعروض المرئية الثانية، ونراكم على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، بالتوفيق إن شاء الله للجميع.